هيعزي نسيبه في المرج الجديدة. طلعوا عليه ناس بموتوسيكلات راحوا عايزين يخطفوا مراته منه. دني يحارب فيهم ويقول لمراته اجري اجري اجري. لما جريت مراته على ما مراته راحت عند بيت ابوه جابت ناس وجت لقيت بدل النفرين لقيت يجي 20 نفر عليه. اسمه ابو اسلام قال لي تجيب 20,000 جنيه يا اما ايه الصبح هتلاقي رجبت ابنك في بر الباب في شويه. ده رحت الاسم جريت على الاسم راح ظبط المباحث قال لي الخطف ده ما يعملش غير بعد 24 ساعه. جابوه على الاسم جايبينه على شياله بيموت بيموت. هم لما ضربوه لقوه يموت راح اقول لك ده خد مكنه ولا ابني ولا يعرف يسوق مكن ولا يعرف يركب مكن ولا يعرف يركب عربيات. بيجينا بعربيات هنا وعايزين ياخدوا سامح اخر عايزين ينزل سامح من فوق عشان ياخدوه يعملوه زي اخوه. من جريتي نحن مسكوه بقى هو رحنا نومي وقعدنا نعيط للظابط. المكنه كان هيخطف ابني مني. رحت قعدت اصوت عبال ما الناس طلعت كان هو جاري بالمكنه. اطلبوا جوزي يطلع من الاسم.